الصوت يكون يتسمع ياك. ماشي بزاف. السلام عليكم ورحمه الله الخوت. بالنسبه للاخ ايوب، اسمك؟ لا، انا ايوب. هو اسمه محمد. انت ايوب؟ هذا اسمه محمد. هذا ايوب كازا. اخا مرحبا خويا. معايا الاخ محمد ديال الصويره، وجا معاه الصديق ديالو هو ايوب من كازا ان شاء الله. جابوا لي الذكر اللي طاح عندي، اللي طاح عند الاخ ايوب ديال اسفي. هو جابوه، حنا غنطلقوه من حي كريمه ان شاء الله. جابوه باغي يخرج ويحس براسو. الخوت بالنسبه للذكر حسينا به، شم المرقد ديالو، وباغي غير يطير. ها هو الذكر، هو هذا. حنا غادي نطلقوه وغادي نمشيو للدار ونتلاقاو في الدار ان شاء الله. دابا نطلقوا لهاد صافي. الخوت راه هو مشى. يلاه تحياتي لكم، الله يرحم. راه هو بينا هبط في العماره لهيه. يلاه تحياتي لكم ونتلاقاو في المنزل. السلام عليكم. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الخوت كيف لاحظنا الخوت، الاخ السي محمد، هذا هو السي محمد، هو هذا فاعل الخير كيف كنقولوا الخوت، ماشي كنتصوروا كيف قلنا فاعل الخير. هذا هو اللي كنطلق ليا الحمامه اللي ضربتها عوا، هبطات في ديك البلاصه. شنو هي ديك البلاصه اللي هبطات فيها عوا؟ ها سقاله، بلاصه سميتها السقاله. سقاله وما مسكوناش يمكن؟ لا حدا الدار عندنا. هاك كتبيت فيها عوا ولا شنو؟ لا تما في الصويره كاينين واحد البركاسه تما تكون فيها عوا بزاف كثيره. وكاينه واحد بحال قلتي، بحال هكا عندك انت مبعش الشواد عوا تما، ما كيطلع لها حتى واحد، ما كيجري لها حتى واحد. جات هي عرفتي حمامه مسخسخه، جات مع حطات مع شاد هي تعطيها نقبتها وحمامتها بحال هكا، حمامه هربت لها ويطيح طحت في طحت لتحت عندك. صافي انا وليت شديده. هاك كيف قلنا الخط، لاحظنا كيف قلنا الحميمه بعد ما علينا. هذا هو الاخ محمد اللي دار ذاك الخير. يعني كيف قلنا الله عز وجل قال لك دير الخير ونساه، غير دير الخير ونساه، راه ربي كيعوضك. راه الله عز وجل راه ما كيضيع حتى شي واحد. كيف قلنا يعني الانسان دار الخير وقال لك عطى شي واحد 50 درهم، قلت لي شي واحد سعيد. تحيه لك خويا سعيد. تحيه للسعيد اللي عطيتي اللي عطيتيني 50 درهم في الحمامه ديالي، بغيتي دير الحرامه خي السعيد. وليني ماشي مشكله خي السعيد. والله عز وجل بحال هذاك الفيديوهات اللي كنتو كتفرج فيهم، دي واحد لوين كيجي يسلم على بنادم، كاين في الفيسبوك وكاين في اليوتيوب، كيسلم عليك الا سلمتي عليه كيعطيك ايفون ويقدر يدبر عليك يعطيك فلوس صحيح. هذا يعني راه لاباس عليه، ما سلمتيش عليه تيقلب عليك. دخلوا راه كاينه هاد الفيديوهات، يعني دير الخير وصافي. بالنسبه للذكر اللي طاح عند خونا ايوب من الله يرحم المرحوم اخويا ايوب بعدا من اسفي، الناس ديال اسفي، الذكر اخويا ايوب هو هذا، راه طلقناه من حي كريمه. هو جاب الباك مانيتيك ديالو، ها هو يعني راه ما تحيدش ليه باك مانيتيك، ها الباك ديالو. الحمد لله هذا هو الذكر اللي كان مزن في الصحه ديالو، هو هذا، هو هذا الذكر. طلقناه من حي كريمه الحمد لله. حنا غادي نعالجوه ونشوفو واخا نديرو ليه غير شي لعيبه. نشوف لا باليا نقي الخوت، باليا نقي، باليا نقي. هاك صافي ولدي. دابا الشم طلقتو من حي كريمه، راه جا الحمد لله. وبالنسبه للحميمه الخوت، واحد القضيه الحميمه اللي غادي يدي نوريكم بعدا. الشكر جزيل الاخ مصطفى فهيم، حتى هو نوري الحمامات اللي عطا مصطفى فهيم. دابا غادي نديرهم ان شاء الله في الكرتونه. لا تقطيعوا بلاتي ولا تستقطعوا. قلنا الخوت بالنسبه خونا مصطفى فهيم، تحيه لك وراه كيشكرك. هذا نعطي واحد الكلمه اسي راه كنشكرك اخويا مصطفى فهيم على هذا الكادو ديالك، على هذه الحميمات هذا اللي عطيتينا، عطيتهم لينا من القلب، كنشكرك بزاف. حميمات زوينين الخوت. هذا الذكر انا اللي عزلته لي اليوم، راه عطاه ذكر في العوض. داك الذكر اللي كان طار هو بوحدو اللي قال لي انا غادي نعطيه ذكر. هنا فين كنعرفوا الطيبوبه ديال الانسان، ماشي كنصبغوه. واخا كان ما علينا، مصطفى فهيم واحد الانسان طيب، وكنعرفوه من 86، كنعرفوه من ايام فاش كنا بالعربيه كنا مسخين، ما لنا ما كنغطيو الشمس بالغربال، فاش كنا كنلبسوا صنداله مقطعه ورجلينا موسخه ولبسوا حوايج موسخين، ياما 86. ما كنهضرش انا مع الناس ديال 2000 والناس اللي مزيودين في 2000، تحيه ليهم. حنا كنهضروا على الناس ديال 86، لان حنا من مواليد السبعينات، كنهضروا مع الناس ديال الثمانينات فاش كنا شباب حنايا. كنت كنعرف الاخ مصطفى فهيم هنا في السوق ايام 86، 1986 كنا باقي كنلبسوا حوايج موسخين من الاخر، حتى هو كان كيلبس حوايج موسخين وانا كنت كنلبس حوايج موسخين، يعني ايامات الشبابيه. وليني راه ما كانش الدصه الخوت، انا كنعاود لكم في ايام زمان كان هنا عندنا الى صبات الشتا الغيس،
عاتي كتدخل الدار الغايس ما كاينش الغايس، وكنا كنلعبوا في القوادس والله العظيم. الا كانوا مثلا كيديروا داك الواد الحار ديك الساعه يلاه كانت المنشآت باديه، كيكونوا القوادس كندخلوا نباتوا فيهم نلعبوا فيهم، كنجيو مهلوكين بالغايس والوسخ. الوسخ كنا وليني راه كانت ايام زمان كانت واعره الخوت. ما علينا، هذا هو الذكر اللي عزلت الخوت انا. كان عطاني ذكر طوبي وعطاني هذا، انا عزلت هذا، هذا والله العظيم عزلته لي بحال عزلته لي. الله كيشهد عليا ذكر ممتاز، انا عجبني. شوفوا الدار الخوت كي داير، شوف الحمامه ما كاينش لا نفرعش ليها رجليها لا والو. شوف الدار، الدار كي غادي بحال الباطو السكن الانشيابي. بالنسبه للذكر العوينه ديالو هو هذا، هذا راه لعاب عنده هذا العام. هذا ذكر ممتاز، فيه طرطاقه وفيه الباك ديالو 2000 الله اعلم شحال، يمكن يكون 23 ولا يمكن 23 الله اعلم. بعدا في 23 هاد الذكر الاول هذا الاخ مصطفى فهيم، الله يرحم لك الوالدين. شكرا اخي مصطفى انك تفكرتي هذا السيد هذا. وكنشكر خونا ادريس اللي في كازا اللي عطى الحميمه حتى هو. خونا ادريس بالنسبه للانثى هي هذه انثى غزاله الخوت. ها انتم الله عز وجل قال لك انفقوا مما تحبون الخوت. ما معنى انفقوا مما تحبون؟ الا ذبحتي الحولي سمعنوا الله يرضى عليكم، هاي اخت المنفوخه اللي يمكن راهي غاده شيا الله اعلم. قال لك الا ذبحتي الحولي وبغيتي تنفق من الحولي ما تعطيش الشحمه وتعطيه الزبل اللي ما بغيتيش انت، اعطيه الفخد، اعطي داك اللحم اللي يكون عزيز عليك انت اللي غدير به الشوا، داك الشيء اللي زوين هو اللي تنفق منه، ما تنفقش من حاجه خايبه. الله عز وجل قال لك انفقوا مما تحبون. كاين اللي غادي يبغى يعطي لشي واحد الحمام غادي يعطيه الزبل اللي عنده في الشجنه، وليني الا عطيتيه الزبل اللي عندك في الشجنه راه حشومه وعيب وعار. هادشي اللي كاين، عطيه بغيتي تعطيه حاجه عطيها مزيانه ولا ما تقوليش كاع راه ما قال ليش عطيني. هو راه قال لي النتوى ديالك انا جبتها ودا ما قال لياش، تتلقى من كازا وعيطت لي راه مباشره كانت الابيل الخوت مباشره. كيف كتلاحظوا يا دي النتوى العوينه عوينه واعره ديال الديكلاراسيون. هاد العين هذه عين الخوت ديال الديكلاراسيون. وهاد الحمام راه مشري بالفلوس راه ماشي ماشي حنا طيح عندنا من منص. هادو الحميمات ديال الاخ مصطفى فهيم، ها هما يا جوج. النتوى راه غادا تبيض دابا، حنا ما علينا. غادي نوريكم الحمامه ديال الاخ الهواري، خليكم معنا الله. وكيف العاده قطعتي انا بالنسبه لخونا الهواري. هذه هي الحمامه اللي عطاه، هذه هي الحمامه اللي عطاه الهواري مصطفى، هي هذه، هذه الحميمه اللي عطاه مصطفى الهواري. ها هي ما معنته معنته هذه الحمامه هذه، وتا هي فيها البيضه، وهي البيضه اللي فيها راه مع الذكر ديال النفيخ ديال الحنقور هذاك الذكر العزي. راه دابا غادا تبيض، راه بيضات البيضه الاولى حتى تنقول لكم اللي كاين، وهذه البيضه الثانيه مع الذكر ديال النفيخ مع مطلوقها في الشجنه. الحمامه رقم 3 الخوت، حمامه رقم 3. حنا غادي دابا ان شاء الله غادي الحميمات الجوجه اللي عطيته انا. خلي يا بنتي صاي. بالنسبه للخوت الانثى انا الجوج اللي عطيته انا، ها الانثى هذه انت والخوت اللي عطيته انا، ها هي طوبيه محروقه، هذه الانثى حتى هي يمكن فيها البيض الله اعلم. لا لا ما فيهاش، هذه 2022 هذه الانثى 2022 ها الانثى. وغادي نوريكم الذكر الخوت، هذه انتوا ما لعباش عندي الخوت، ما لعباش عندي. نوريكم الذكر، الذكر لاعب عندي شي كله تاعك. شوف 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 الريش القز، ها الذكر، الذكر هي هبطات 22 ذكر ليه هبط. الذكر، الذكر الخوت هو هذا، هذا هو الذكر اللي عطيته. ها هو هذا لاعب عندي، ذكر ممتاز. ليسونسيال الخوت باش بلا ما بقى كيف نقولوا بقى نقول لهم راه فيها الرومبريخت وفيها فاطمه بنت الحوسين وفيها فهمتي حمامات زوينين صافي سالت الحفله. حيت انا ما عنديش ديك اللعبه ديال كيقول لك شنو فيها، ما معنيات شنو فيها حمامه واش زوينه ولا ما زوينه صافي. اما فيها ولا فيها راه كيقول لك، وسمحوا لي على هذا المثل، كيقول لك في كل دار تلقى كيدار، يعني راه كل دار كتلقى فيها واحد خارج الطريق والله اعلم. تنقولوا والله اعلم، يعني كل شجنه فيها الحمام الزوين والحمام العيان. راه هذاك اللي كتقولوا عليه الرومبريخت راه كيطلق حمامه ما كتجيش 70 حمامه كيديكلاري بها هي البرومي، كيديكلاري بحمامه الاولى الثانيه الثالثه الاخرين كيجيو معطلين. كاين الحمام اللي كيبات لي وزعما هذاك الحمام اللي بات لي لا جاب عليك الحمامه ويقول لك هذه راه ديال الرومبريخت وغادي تشري غادي تاكل راه بيتي اللي راه عيانه راه باتت. كاين الحمامة اللي تلقى غير جاية تا هو كيدبح وهذا وهذا. ما علينا، هذا هو الذكر، الذكر راه ممتاز. شوف عوينه عنده كي دايره، الذكر راه ممتاز. الله يسخر لي في هاد الحميمات. يلا الخوت الله يرحم لكم الوالدين،
وكن حنا كنشكروا كيف قلنا في بادئ الامر كنشكروا الاخ ايوب على التعامل الخوت. نوريكم حتى نتو اللي كنصيفط ليا خليكم معايا. هذه الاخ ايوب اللي كنشدها وكان الضربه تاع هو هي هذه راه كانت هنا كان فيها هنا الدم دابا راه برات راه كان فيها الدم هنا كنطير ليها هذا السيف هذا وطلعاته هذا راه هو اللي محيده ليها وهنا واحد السيف هو الحمد لله وطلعاته هذا راه هو اللي حيدته لي هذا السيف هذا راه هو اللي محيداه لانه مشدوده من هنا وكان فيها الدم الخوت هنا في جناحها سبحان الله العظيم بجوج كان فيها الدم هنا مقلت وفي الجنح الاخر هنايا يعني جوج بلايص اللي كان فيهم الدم ولاني الحمد لله هي تقادات الحمد لله كيف ما كان الحال الحمد لله هي تقادات يلا الله يرحم لكم الوالدين ونتمنوا الخير وكيف العاده راه كنشكروا الاخ ايوب على التعامل ديالو يعني هادشي كله الخوت راه التعامل ديالو اللي داروا ليه اما كون طمع في حمامه تقدر هاد الحمامه ما دير ليه والو دا اللهم بارك دا زعما هاد الحمامات كلهم ديروا مثلا كاع حتى حمامه ما غتكون زوينه من هادو امبوسيبل ديال شحال من حمامه عندك هنايا هنا خمسه د الحمامات وشحال عندك لهي اربعه هي يعني دابا شحال من حمامه دا دات تسعود الحمامه في حمامه وحده الاخرين كاملين برانيين كاملين فيهم والاخرين الحمامات الاخرين راه برانيين قال لك الحمامات اللي عطى الاخ دريس برانيين برانيين كاين اللي فيها الدوبل باك اللي عطى الاخ دريس تحيه لخويا دريس جاد ديال كازا الله يرحم ليه الوالدين والله يرحم الوالدين كاع الخوت صافي هادشي اللي كاين يلا الخوت الله يرحم لكم الوالدين بغينا ندير واحد ديديكاس لواحد السيد اجي لعندي هنا باش تسمع الهضره كمل ندير واحد ديديكاس الاخ ياسين ياسين الكجاح راه تهلا فينا عطانا جوج فريخات الله يجازيه بالخير والاخ يوسف العسري تحيه ليه بزاف وهذا مكان وكاع الموالي ولاد صويره والاخ ديالي خويا ياسين والتحيه بزاف للعسري تنشكروك واخا تيقولوا فيك الناس بعض الناس تيقولوا هذاك الانسان ما يعطيكش الحمام وداك الشيء وليني لقيت فيه الخير عطاني جويجه باقي الله بديت والاخ ياسين الكجاح شكرا بزاف تحيه للاخوان ياسين وتحيه للموالع ديال الصويره وتحيه للكل كاع الخوت كاع اللي كيبغوا الوعاو اللي كيتعاملوا زوين والله يرحم لكم الوالدين خوت بالنسبه للوليدات الحمد لله راه كتشوفوا الذكر الخوت اجي تشوفوا الذكر راه كيتعنتت راما الذكر راه طلقناه راه ولد داخل شتو لقى بلاصتو عمرات هذا هو المصير ديال واحد الى لقى بلاصتو عمرات لقى بلاصتو عمرات لقى بلاصتو عمرات الخوت هذا هو راه صبطو شوف كي ولا هذا راه صب باقي ما ولاش هذا صبطو ان شاء الله يشد بلاصتو بالنسبه للوليدات الخوت المنفوخه اخت المنفوخه يلاه هبطت دابا ان شاء الله غادي مبقاش شويه هاد النتوه هادي ماشي واه من 2018 خت المنفوخه قلنا يلاه جات الخوت راه مقبيله راه منين بدينا كنصوروا وهي وهي تالفه عيات ما تدور هي ما تدور الحمد لله راه جات كيف قلنا تحيه للخوت والحباب كنحيوا هذا السيد هذا على المبادره كيف قلنا ماشي عاوتاني كنقولوا انه راسنا بلاتي ندخلوا دوك الوليدات فتح الله يدير الخير تحيه كيف قلنا لهذا السيد قلنا كيف قلنا ماشي صنع الصور ولا انه دار واحد الخير ولا انه بسيط راه عند الله كيف كيقول لك صدقه قليله تمنع بلاوي كثيره ولا ما عرفت كي كيقولوا لي يعني 4 دريال اللهم صدق راه ماشي هي اللي ما عطيتي والو هذا ما كان انه دار واحد الخير ولو انه بسيط انه طلق حمامه جابها وطلقها لمواليها بغينا نقول الحاله الميكانيكيه الفيزيائيه واللوجيكيه ديال الحمامه كي لقيتي هذاك النهار حيت سمعت الخوت سمعوا باش نقول باش الديفو اللي درت انا ما تكذبش هاك وقول لي الحمامه كي لقيتيها ذاك النهار الحمامه ديك الساعه باش طاحت كي شديت انايا بحال هكا قلبتها كاين واحد الدري صاحبي التنظيم ديالي عطيتها ليه قال لي الحمامه صحيحه وانا نوريها لخويا درت لها قال لي هذه ديال المطلق ديال السيد عارف انا ما عرفتش باقا في الاول شديتها درت لها قلت له شوف نقول لك هو سميتو ياسين قلت له هذه 100% هذه مشدوده ديال المطلق ولكن مشدوده وشاده شي واحد بيفرخ منها ولا شي حاجه علاش حمامه ما طيح عندنا حمام ديال المطار عارف الحمام دا تيجي هكا ضعيف شويه هادي جات صحيحه بزاف حمامه مطبزه تسمع سمعتوني الخوت اللي قلت لكم مطبزه قال لك حمامه مطبزه تحس بالحمام ديك الجلده تكون خاصها تكون بيضاء ولا غوزيه تحس بها صافي عمرات ما بقاش باقي بين خاصها تزيد حمامه صحيحه شديتها ديفو اللي درتها الخوت في هذا المطلق علاش نقلب على هذا الحمام هذا قلت لها الحمامه صحيحه بزاف هو يقول لي هو التحيه لخويا ياسين قال لي هذه الحمامه عقل عليها قال لي هذه الحمامه راه زوينه قال لي خليها لي قلت لي انا صافي غادي لكازا نديها معايا ماشي مشكل اش ندير بها وهذا ما كان المهم الحمامه على حسب انا الفكره ديالي وداك الشيء راه الحمامه صحيحه هكا باش تعرف هكا
الحمامه كانت بومب يعني الديفو اللي داك ديال البروتين الخوت هذاك ديفو ما نبقاش نعاودو ماشي مشكل اللي بينا والنهار الحمامه وقتاش طاحت عنده النهار هي المطلق النهار اللي تطلق لينا الحمام حنا في الصباح مع الجوج هو طاحت عنده في الصويره مع الجوج يعني راه كانت ضربات واحد التوقيت زوين يعني راه فاتت كازا ووصلت مع الجوج للصويره يعني كانت غتدخل في النهار هذيك الحمامه والله اعلم يعني من الصويره لهنا راه كانت غتدخل في النهار من ناحيه هذيك الصحه اللي فيها انا ما ظنيتش تدخل في النهار حيت الصحه متقله واخا متقله لا تقدر تجي انا كنقول تقدر تجي والله اعلم هادشي اللي كنقولوا وهي الحمد لله انها جاتنا الغد ليه نهار ديال الديكلاراسيون لا الغد ليه جات مع الحمام ديال الغد ليه الغد ليه هبطات الديكلارات وكنلقى فيها النمره التليفون الديكلارات مع 11 ديال الصباح 11 شي حاجه وراه تلقى من كازا الله اعلم عايش متلقى من كازا انا مديكلاري عندي في الكونساتور مع 11 ديال الصباح هذا ما كان حيت انا مع هذيك نعم. سعود تقريبا ولكن باش طارت حطت فوق واحد السطح كيطير دا لقات مع الشتا ديك الساعه اه كانت الشتا يعني ما غاديش في الشتا غادي تحبس الساعه تما شحال واقفه هي مع رخيت انا جوج اه بقات واقفه تما شحال صافي مشيت انا دخلت نعس ارتحت تما قال لي دري من اللي تستا قال لي راه غنشوفها قال لي بحال هكا في السطح قال لي كي دابا بقات قال لي ها تبقى تما حتى تحيد الشتا وتبقى شويه تتقاد جناح عاد تقعد هذا ما كان وتحيه لخونا محمد من الصويره وتحيه للمولع كاع ديال الصويره اللي كيطلقوا الحمام هذوك الناس اللي كيشدوا الحمام وكيبركوا عليه وكيفرخوا منه وكذا ما كيديروش الخير ما كنعطيهمش التحيه هذوك الله يبعدهم علينا يبعدوا منا اخ امين الحواص والله الا ربي شاف الا ديما كيطيح عنده هو داير الحمام سيف فواحد البلاصه ديما كيطيح عنده الحمام ما عمرو ومولع زعما ماشي شي واحد اللي ناضي دري صغير ولكن عارف اش كيدير ديما كيشد الحمام تيدير النمره بعد مرات تيقول لك غنطلقها بلا نمره ما كيحتاج نيتو بزاف ديال الموالع وهذيك الحمامه اللي هي ديالك شدها هو يقول لي راه كنعرف الموالع في السله قال لي ربي ما دير النمره ديالي اسمح لي راه درت نمرتي هذا ما كان الله يسخر اخويا امير الحواص شكرا لك يلا تحيه لكم وباغي نقول لكم الاخوان اللي عنده شي كونستاتور بنزين بغى يبيعها المهم يتواصل معايا ولا يخلي نمرتي في الشاشه راه يقدر يشوفوها ولا تتواصلوا مع اخ هذا ما كان شي كونستاتور تكون بونوكازيون ماشي جديده هذا ما كان الله يحفظكم شكرا يلا تحيه للخوت والحباب كيف كنقولوا ديما خونا عمر وخونا جهاد وخونا عبد اللطيف خونا عبد اللطيف شي واحد الكحل شي واحد الكحل جاي بزاف ديال الحنقوره ديال النفيخ دابا كيدوروا هنا الخوت ما علينا خونا عبد اللطيف وخونا وحيد الخوت كاع اللي كيبغونا خونا صالح خونا محمد الخوت كاع اللي كيبغونا الله يرحم لكم الوالدين وكنتمنى وكنتمنى من جميع الموالي اللي عنده الحمام يدير الخير ليش تجي حمامه لشي واحد يطلق عليه ليش تجي حمامه يطلقها ليه راه كدير الخير كيجيب ربي اللي يدير فيك الخير سالات الحفله راه داك راه كما تدين وتدان راه هادشي اللي نقول لكم راه شحال واحد كيجد الحمامه ديال بنادم وتيبرك عليه ويفرخ منا راه الله ما يطفرو كنحلف بالله ان شاء الله باذن الله ما يطفرو راه الخير في ديالك الخير في ديالك راه الخير ما كاينش في ديال الناس راه تشد الحمامه ديال الناس وتفرخ منها راه تقدر ما تخرج لك والو وتبقى تضربها انت في الايتم والعدوان انت في الايتم وما كتصور حتى شي حاجه من هادشي كله يعني راه كلشي كتضربو في الزيرو اللهم شد هذاك ودير الخير دير الخير وسكت حنا راه كنديروا الخير الله كيشهد علينا وكنسكتوا حتى انت دير الخير وسكت وهي غاده هذا اللي كان يلا وتحياتي لكم الله يرحم لكم الوالدين وكان معنا في التصوير معنا ابو كريم بو عويد كنت نقول بو كريم وديع بو كريم وديع تحيه ليه الله يرحم ليه الوالدين والى فيديو قادم بحول الله وغدا ان شاء الله الخوت انا معكم بالنسبه للمطلق ديال طنطان راني غادي نسول الاخوان ديال طنطان هاد الايام كامله كان الجو بان ليا زوين هاد الايام غادي الجو زوين ما كاين لا ضباب لا والو غادي نطلق بان ليا الجو الخوت خايب راه ما غاديش نطلق غادي نستغنى على طنطان العام الجاي ان شاء الله ولنا لقاء باذن الله شي تحيه تقول شي كلمه تحيه ليوسف تحيه للاخ اسماعيل التنظيم ديالي اسماعيل سرحان يلا هذا ما كان هادشي يلا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته شكرا على المشاهده ولا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناه